عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدن له سائل نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك وادخل معهما تحت الكساء. فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء. فقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليه السلام يا أخي هو يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودامهم دامي يؤلمني ما يؤلمهم ويهزنوني ما يهزنهم. أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وادو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهبنهم الرجس وتحرهم تديرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولو فلك يدور ولو بحر يجري ولو فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال توجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم؟ سادس. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرئ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء
مبنية ولا أرضا مرئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولو فلك يدور ولو بحر يجري ولو فلك يسرع إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين بيت الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل بمحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله قسنا وقاد شيئتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل بمحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا تالب حاجة إلا وخذ الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فوزه وسعده في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.